نبدأ بالتمبلت اللي صنعناه هذا الـ A4. راح نعمل له إيش؟ راح نستعمله وخليه هو تمبلت فاضي كده، لكن عشان تكتب عليه وترسم عليه اعمل سيف اس. نعمل سيف اس ونسميه شافت. شافت، فيصير هذا الفايل فايل ثاني غير الفاضي الاول للتمبلت. تمام. طيب لو فتحنا الشافت خلينا نشوف الشافت فين عندنا. هذا الشافت، لما الشافت يكون مفتوح على سوليد ووركس، طبعا بعطيكم كم طريقة عشان تسحب المساقط. لما يكون الشافت مفتوح على سوليد ووركس يمديك تعمل ايش؟ بإمكانك انك تروح على دراوينج، هذا التمبلت في اليمين هنا في بعض اللينكات بعض الأزرار الرابع على اليمين هذا فيو باليت، فيو باليت تضغط عليه، ثم تيجي هنا فوق على هذا السهم تفتح تيجي معك بارت 4 اللي هي الشافت. تمام، شايف تحت هنا طلعت معك العديد من المساقط للشافت. اول شيء لو نشوف البي دي اف اللي معانا هنا معانا 3D لتوضيح شكل الشافت، فخلينا نبدا بها الاول. ايسومتريك، شايفين الايسومتريك هذه؟ يكفي انك تضغط عليها وتسحبها هنا، تضغط عليها وتسحبها هنا، بكل بساطة رسمت معاك 3D. تمام، رسمت معاك 3D. طيب فتح معاك هنا لو تلاحظ على اليسار اقصى اليسار فتح معانا ايش؟ فتح معانا دايالوج ويندو. خلي نشوف السكيل هنا كم طلع معانا، السكيل كم هنا؟ خلينا نشوف السكيل اللي طلع معانا 1:1. تمام، بالنسبة لل3D للايسومتريك، لكن هنا اللي عندنا على البي دي اف الرسمة الكبيرة هذه هي 2:1 كبرناها. بنشوف كيف. خلينا نرجع هنا ونعمل سيف، سجل، احفظ الفايل. تمام، حفظنا الفايل، ممتاز. طيب هلا نبغى نجيب زي البي دي اف، نبغى نجيب طبعا مسقط هنا يكفي لتعريف الشافت، نبغى نجيب الشافت هذا بمقاس على هذا البوزيشن بمقاس 2:1. راح نعمل ايش؟ نرجع على سوليد ووركس ونضغط على اقصى اليمين هنا الزر الرابع هذا، شايفين؟ راح نسحب واحدة من الفيوز، شايف؟ هذه الفيو مثلا هي اللي تناسبنا مع، شايف؟ او ناقصة لازم نعمل عليها روتيشن، نبغى نشوف الثقوب هذه مقابلة لنا. طيب خلينا نرجع على سوليد ووركس. طيب نسحب اي واحدة من الفيوز، هذه مثلا، رايت فيو. تمام، طيب رايت فيو طبعا انت شوف بيجيك معك بروجكشن، لو تبغى مسقط هنا لو تبغى مسقط هنا لو تبغى مسقط هنا براحتك، اضغط كليك بس، لكن احنا ما نبغى نعمل اسكيب. طيب نعمل تحديد للمسقط هذا، يجي متقطع كده داير عليه تحديد بس صغير. ثم ماذا نريد؟ نريد احنا نبغاه واقف زي كده رأسي. ايش نسوي؟ نحدد هنا ونعمل ايش؟ رايت كليك. رايت كليك الامر الرابع زوم بلان روتيت، نعمل روتيت فيو، نعمل لها لفة ب90 درجة. ايوه ممتاز، كلوز. ثم نبغاها اكبر، طبعا هنا 1:1، هنا لو تنزل يسار تحصلها 1:1. يوز كاستم سكيل نعملها 2:1 كده، ثم نعمل اوكي. تمام، طبعا هذا السكيل تبع المسقط، فنشيل من هنا، يمكن يمديك تسحبها طبعا تمسكها شويه كده وتسحبها.
ما دام السكيل اللي شغالين بيه 2 على 1 فضروري انه السكيل اللي تحت هنا في الورقة يصير ايش؟ 2 على 1. طيب ممتاز، نروح على شيت، رايت كليك، اديت شيت فورمات، ونيجي تحت هنا دبل كليك، ونعطيها هنا 2 على 1، ثم اسكيب اف، رايت كليك على شيت، اديت شيت، واعمل حفظ سيف. تمام، ممتاز. طيب نبغى هذا الفيو نعمل عليها ايش؟ نعمل عليها broken out section، شايفين؟ نبغى broken out section، يعني section مكسور، شايفين السكشن المكسور هذا؟ broken out section. طيب احنا الثقب معانا هنا فوق ولا تحت؟ خلينا نشوف الثقب معانا هنا هل هو فوق ولا تحت؟ كيف نشيك؟ نظهر الخطوط المخفية، نيجي على اليسار هنا ونشوف، هنا تختار ايش الفيو اللي تبغاه. الثانية بدي أعطيك الخطوط المخفية كده. صار معانا الثقوب من تحت، يعني البوزيشن هذه تمام اللي موجودة معانا في البي دي اف. طبعا نشيل منها هذه، نخليها بدون خطوط مخفية. اوكي. ويلا نعمل بروكن اوت سكشن. كيف نعمل بروكن اوت سكشن هنا؟ نروح على فيو لاي اوت. فيو لاي اوت. ونضغط على broken out section يطلع معانا spline line هذا. نروح نعمل به ايش؟ نروح نرسم زي ما شايفين هنا على ال PDF، شايفين؟ عندنا من فوق من هنا. نرسم خط كذا. طبعا تضغط وتمشي. شوية شوية، أفضل شيء تعمل لك زوم. طبعا طلعت معانا من هنا، خلينا نشيلها ديليت ونعيد مرة ثانية على الزوم كده. طيب نعيد مرة ثانية، اسكيب. طبعا ما تعمله متقطع، هذا لازم يكون ايش؟ متوسط. broken out مرة ثالثة، هنا انهينا السبلاين اللي عملناه. طيب عمق البروكن اوت سيكشن هي الى النص، خلينا نشوف، هي الى النص، نص من السطح اللي فوق، يعني هو قطر 18 على 2 9 ملم، نعملها 9 ملم، خلينا نشوف، يلا نجرب، نعطيها هنا 9 ملم. ممتاز، 9 ملم يعني إلى نص 18 كده. كده طلعت معانا البروكن اوت سكشن، ممتاز. نعمل حفظ. الآن راح نعمل ايش؟ نرسم ال راح نرسم المحاور هنا الاكسس سنتر لاين، شايفين سنتر لاين هنا؟ نضغط هنا وهنا ثم هنا وهنا، ممتاز. اوكي، طبعا ممكن نمدد في السنتر لاين هذا الى هنا، ثم السنتر لاين هذا
إلى هنا نعمل حفظ. هذا البروكن اوت سكشن. الآن باقي معنا المقاسات. خلينا نشوف المقاسات المطلوبة هنا. قطر 8 12 18. يلا بكل بساطة معنا سمارت دايمنشن، يمديك تضغط هنا هو يعرفها قطر على طول لأنه يعرفها سلندر. أيضا هنا على طول قطر 12، أيضا هنا على طول قطر 8. طبعا هنا طلعنا من البوردر، لازم نعمل إيش؟ نروح ننزلها شوية. ممتاز حفظ. يلا باقي المقاسات 80 40، سمارت دايمنشن من هنا إلى هنا 50، من هنا إلى هنا 25، كله 80، يعني من هنا إلى هنا 80، ثم من هنا إلى محور الثقب هذا 40 حفظ، ثم القطر هذا الصغير طبعا سمارت دايمنشن نعيدها من هنا قطر 6، وبعدين شوف في عندنا 40 80 2 × 45. طيب الشامفر دايمنشن سمارت دايمنشن المفروض يجي معنا. خلينا نعمل حفظ. الشامفر 2 × 45 حفظ. ايش تاني؟ خلاص كل المقاسات موجودة معنا ما عدا القطر الأخير هذا الثقب سمارت دايمنشن، هذا قطر 6. اوكي حفظ. اوكي رايت كليك على الشيت، اديت شيت فورمات، مكتوب عندنا خلينا نعملها زي الموجودة في ال زي الموجودة في ال PDF class work 6 escape edit sheet rebuild save F. خلصنا الشيت هلا تبع الشافت، عفوا رسمة الشافت في بضع دقائق. أيضا ممكن حفظ هذا as a PDF، تروح تفتح save as، تفتح اللي تحت هذه Adobe Portable Document Format PDF، تعطيها أوكي، تختار المكان طبعا، خلاص حفظت معك PDF زي كذا. هذا PDF أصله SolidWorks.